حضرات السيدات والسادة، إن الاحتفاء بالمبادرات الفردية والجماعية وإبداعات الأطر التربوية التي تأخذ بالاعتبار الأثر على المتعلم والنجاعة التربوية في تجريب وتنفيذ والتنفيذ يساهم لا محالة في إرساء بيئة تعليمية مناسبة، كما يترجم الانخراط المسؤول للوزارة في تحفيز الأساتذة بغية الارتقاء بمهامهم التربوية بالنظر لدورهم المحوري في بلوغ النهضة التربوية التي نصبوا إليها. أولا من خلال هذه الجائزة، هي مناسبة باش نحتفلوا بكل أساتذة اللي تقوموا بواحد المجهود الجبار داخل المؤسسات التعليمية وداخل الأقسام، واللي عنده واحد الأثر جد مهم بالنسبة لرفع وتطوير القدرات ديال التلاميذ. هي أيضا مناسبة لتحفيز هاد الأساتذة باش يستمروا في هاد العمل، ومن طبيعة الحال مناسبة باش نشكروا كل الشركاء اللي هما تيساهموا في هذه العملية، ومنهم بطبيعة الحال هنا مؤسسة زهيد اللي هي نظمت هذه الجائزة وعبر كل جهات المملكة، واللي شفنا من خلال النتائج بأن هناك ابتكار، هناك اجتهاد، هناك واحد العمل ديال هاد الأساتذة الفائزين اللي هما تيقوموا بالعمل ديالهم بواحد الجدية وبواحد الحب وواحد التعبئة اللي هي زعما كاين متميزة. انا ما يمكن لي غير نشكرهم بعدا على المجهودات اللي تيقوموا بها، رغم انا واعي بكل الصعوبات اللي هي كاينة ميدانيا، ولكن هادو تقوموا بواحد المجهود اللي هو يستحق التنويه، ونشجعهم باش يستمروا في هذا المجهود.